السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفة اللي هي بسيطة واقتصادية ولذيذة في نفس الوقت. بالنسبة للمكونات، عندي هنا جوج خمارات، جوج اكياس من الفاني، سميدة رقيقة، زيت، الحليب، الملح، سنيدة، وغادي نحتاج اللوز الفيلي. وقبل ما نبدا معكم الفيديو، فإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه فما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وما تساونيش من جيم وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده وتعليق من تعليقاتكم الجميله والرائعه اللي كتشجعني. ونبداو على بركه الله. فاول خطوه غادي ناخذ هنا واحد الصينيه اللي كتدخل الفرن، كندهنها بالزبده، كندهنها مزيان بالزبده. في الوقت اللي انا شعلت فيه الفرن على درجه حراره 200 حتى كيسخن جيدا من الفوق ومن التحت، فعلى ما نوجد كيكون الفران سخون باش ندخلوا ليه الحرشه ديالنا او البسبوسه او لا كيف ما بغيتوا تسميوها. من بعد غادي نرشها بالسميده الرقيقه مزيان. فهذه بالنسبه للناس اللي كيبغوا الحرشه بحال الا راها طيبه في المقلات، كتكون رقيقه وفي نفس الوقت كتكون رطبه ولذيذه بزاف. فنتمنى تجربوها بهذه الطريقه وتردوا عليا في تعليقاتكم. هنا غادي نكملها، كنلبس اللاطه كلها بالسميده صافي، وغادي نوضعها جانبا. ثم غادي نمرو باش نوجدوا الحرشه ديالنا. هنا عندي ثلاثه الكيسان ديال السميده الرقيقه اللي قمت بالنخل ديالهم بطبيعه الحال. غادي نضيف لهم جوج الساشي من الفاني. فهاد الحرشه هذه كتجي من سبب مذاق الفاني، كتجي روعه. وغادي نضيف لها جوج خمارات من فئه 7 غرام. ثم غادي نضيف واحد جوج معالق ديال السكر حبيبات، وضفت رشه من الملح. هنا غادي نضيف فقط جوج معالق من السكر لانني وضعت الفاني ولانني في الاخير غادي نسقيها بالعسل، فما كثرتش هكا الكميه ديال السكر. وكنحرك جميع المكونات الناشفه. من بعد كنضيف الزيت. فانا هنا وضعت زيت زيتون، ممكن يعني تضيفوا زيت نباتيه، فانا كنفضل زيت الزيتون. وغادي نبسبسها مزيان باليدين ديالي حتى كنلبسوا هاد السميده يعني كتولي هكا فازقه بالزيت. فانا كنخدمها على هذا الشكل. صافي كنحصلوا عليه على هذا الشكل. من بعد غادي نضيف الحليب، فكنضيف نص سيترو ديال الحليب. صافي كنفرغوا كامل وكنحركوها. فهي في الاول كتحسوا بها راه هي سائله، ولكن لما كنخليها واحد جوج ثلاثه ديال الدقائق كتبدا السميده كتشرب هذاك الحليب وكتبدا كتعقد شويه. فغادي نخليها واحد جوج ثلاثه ديال الدقائق عاد نرميها في اللاطه او نكبها في اللاطه. هنا كيف ما كتشوفوا راه هي بدات كتختار. غادي ننزلها في الطاوله اللي كتدخل الفرن وكنفرغ الخليط. كيف ما كتشوفوا معايا الخليط راه بدا كيعقد. كنسرحها هكا في اللاطه. ثم غادي نزين ليها الوجه ديالها باللوز افيلي.
من بعد غادي ندخلها الفران على درجة حرارة 180 تقريبا. خدات ليا واحد 30 دقيقة الفران من الفوق ومن التحت حتى كطيب وكتحمر ليها الوجه ديالها. فغادي ندخلها الطيب ونرجع معكم تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال الحرشة ديالنا بعد ما خرجتها. بعد ما خرجتها من الفرن وخليتها بردات شويه فغادي نسقيها بالعسل طبيعي. فهذا علاش انا ما وضعتش فيها كميه كبيره من السكر، لانني غادي نحليها بالعسل. كنوضع فيها كميه مهمه وكندهنها مزيان حتى كنزين لها الوجه ديالها كله. من بعد غادي نقطعها الى مربعات اللي كتكون هكا متساويه. فهاد الطوا هذه خرجت لي 12 قطعه. كتجي زوينه بزاف وكتجي لذيذه وساهله، يعني ما فيهاش شي مكونات اللي هي معقده. وكيجي غوتي هكا كنقدروا نوجدوه في اخر لحظه او حتى للضيوف ديالنا الا جاوا عندنا على غفله. فنتمنى الفكره تكون نالت اعجاب ديالكم. وكانت هذه هي الحرشه بعد ما قطعتها وضعتها في الطبيسيل، كتجي على هذا الشكل هذا. فكتجي زوينه، كتجي رقيقه ومحمره كيف ما كتشوفوا معايا ورطبه، كتجي رطبه بزاف وكتجي لذيذه. غادي ناخذ واحد الطريف غادي نقسمه وغادي تشوفوا معايا كيفاش كيجي من الوسط. فهذا هو الشكل ديالها. فنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. ومره اخرى الى عجبكم الفيديو ما تساونيش من لايك، ولا كنتو جداد على القناه ما تساوش تشاركوا معايا في القناه، تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. والى اللقاء.